استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في قصر الصخير سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من العاملين في الوزارة. آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب الذي يتفضل فيه جلالة الملك المفدى أيده الله باستقبال سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من منتسبي الوزارة. وخير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. وقد تفضل صاحب الجلالة العهد المفدى بإلقاء كلمة سامية قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو الحضور الكريم، يسعدنا أن نلتقي بكم وأن نرحب بالجميع أجمل ترحيب، ولعلها مناسبة طيبة في ضوء الإنجازات النوعية والمتسارعة التي تشهدها مملكة البحرين على صعيد التنمية الاقتصادية والعمرانية، أن نوجه الشكر لكوادر العمل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتقدمهم سعادة الوزير المهندس عصام خلف على ما يبذلونه من جهود حثيثة نجد ملامحها بارزة في العديد من المشاريع والبرامج التي تراعي في كافة جوانبها الارتقاء بمجال التخطيط العمراني المستدام وتهيئة البنى التحتية وفق أرفع المعايير والدولية. وهذا في الواقع يأتي كامتداد طبيعي للمنشأة المبكرة للعمل البلدي في مملكة البحرين والمرتبطة بتأسيس بلدية المنامة قبل ما يقارب المئة عام وتفعيل أول نظام قانوني للبلديات على مستوى المنطقة العربية.
ونود هنا ولضمان الحفاظ على المستوى المتقدم لنهضتنا التنموية الوطنية الشاملة أن تستمر وزارتكم وفي حدود مسؤولياتها الهامة كوزارة خدمية في وضع أولويات عملها في الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمواطنين وأنظمة وشبكات البنى التحتية في ظل ما تشهده البحرين من نمو عمراني واستثماري وصناعي، وبما يراعي احتياجات كافة مناطق البحرين على حد سواء دون إغفال لجوانب التنمية الزراعية والمحافظة على الثروات الطبيعية والحماية البيئية، مشيدين بهذا الخصوص بالحلول المتجددة التي تقدمها الوزارة في كافة مجالات عملها لخدمة المواطنين الكرام. وكلمة شكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية على جهودهم وتعاونهم المشترك مع الوزارة في مجالات تطوير العمل وتلبية احتياجات المواطنين. مطلعين معكم اليوم وبإذن الله تعالى لإقامة مناسبة خاصة للاحتفاء بالذكرى المئوية لبدء العمل البلدي في مملكة البحرين بعد عامين إن شاء الله. وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا لجهودكم جميعا التي نتابعها عن قرب، ونجد فيها إخلاص أهل البحرين تجاه أرضهم الطيبة وإخلاصهم في خدمة الوطن الغالي والحفاظ على إرثه وثرائه الحضاري بين الأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أرفع إلى جلالتكم أسمى آيات الشكر والعرفان لما تلونه جلالتكم من رعاية ودعم لهذه الوزارة، مقدرين لجلالتكم استقبالنا اليوم في قصركم الميمون. صاحب الجلالة مليكنا المفدى، عام بعد آخر تتواصل عجلة البناء في مملكة البحرين عبر الكثير من المشاريع التنموية التي تسهم في النهوض بالبنية التحتية وتعزيز مقومات المدنية والعمران، وبفضل من الله وبدعم من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة فقد شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مشاريع البنى التحتية، وقطعت الوزارة أشواطاً من الإنجاز في مجالات الطرق وشبكات الصرف الصحي ومشاريع البناء الاستراتيجية، حيث قامت الوزارة بتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية وإنشاء عدد من الجسور والأنفاق، منها على سبيل المثال للحصر أنفاق مدينة حمد، ميناء سلمان، تقاطع أم الحصم، جسور مدينة عيسى الزلاق، وجسر سترة وجسر المنامة الشمالي. كما تم تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير الحركة المرورية على كافة التقاطعات دون توقف ليصبح شرياناً حيوياً للحركة المرورية وحركة نقل البضائع، وساهم إيجاباً في تطوير النقل التجاري والخدمي والسياحي بين البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي مجال مشاريع البناء والمشاريع الاستراتيجية فإن الوزارة تفخر بتنفيذ عدد من المباني الحكومية، إذ نفذت في الفترة السابقة عدداً من تلك المشاريع، من ضمنها إنشاء مسرح البحرين الوطني الذي تفضلتم جلالتكم بافتتاحه في 12 نوفمبر 2012، ومشروع الإضاءة الليلية لحلبة البحرين الدولية، بجانب مشاريع البناء
وإنشاء عدد من المدارس النموذجية والمراكز الصحية والاجتماعية ومشروع مبنى محاكم الأسرة مؤخراً. صاحب الجلالة، لقد سعت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية شركائنا في العمل إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بكافة المدن والقرى، ونفذت خلال دورة الميزانية الماضية على سبيل المثال مشاريع لرصف الطرق الترابية وتعبيد نحو 60 كيلومترا معززة بشبكات تصريف الأمطار والإنارة، استفاد منها ما يزيد عن 15,000 عقار في مختلف مناطق المملكة. وفي سياق متصل، حافظت الوزارة على نسبة 95% للمستفيدين من خدمات الصرف الصحي من مواطنين ومقيمين برغم تواصل النمو السكاني والعمراني، كما تم افتتاح محطة المحرق للصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي تعد أحد أهم مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية بمحافظة المحرق. كما تستمر الوزارة بتنفيذ مشاريع تطوير خدمة الصرف الصحي والمحافظة على مستوى الخدمة المتقدم بها، ولتحقيق مبدأ الاستدامة وهو أحد ركائز الرؤية الاقتصادية لعام 2030، فإن الوزارة انطلقت في هذا المجال من خلال المخطط الهيكلي لمملكة البحرين، حيث قمتم جلالتكم بإصدار المرسوم الملكي السامي رقم 36 لعام 2016 لتحديث هذا المخطط الهادف إلى ضبط عملية تحديد استخدامات الأراضي بما يتمشى مع متطلبات التنمية في المجالات السكنية والصناعية والاستثمارية وغيرها. ومؤخراً وفي ضوء المرسوم الملكي السامي بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، تم استحداث جهاز تنفيذي جديد متمثل في هيئة التخطيط والتطوير العمراني للنهوض بالعمل التخطيطي بما يواكب احتياجات التنمية. صاحب الجلالة، على صعيد النمو العمراني جاء إنشاء المركز البلدي الشامل ليكون نواة للتنمية العمرانية والاقتصادية، حيث أسهم المركز في دعم عجلة التنمية من خلال الإجراءات الهادفة لإصدار الرخص المختلفة، كما حقق في العام الماضي تطوراً متميزاً بارتفاع عدد تراخيص البناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 إلى 682 رخصة بناء، مقارنة ب 482 رخصة لنفس الفترة من العام 2015، كما زادت مساحة البناء لتلك المشاريع من 1,800,000 متر مربع إلى 4,700,000 متر مربع، كما زادت كلفة تلك المشاريع من 489 مليون دينار إلى 1,295 مليون دينار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وازدهار النهضة العمرانية في البلاد. وعلى صعيد الخدمات البلدية، فقد قامت شؤون البلديات بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع المجالس البلدية بإنشاء ما يزيد عن 200 حديقة ومنتزه وساحل وممشى ومضمار في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتبر هذه المواقع متنفساً للمواطنين والمقيمين وتسهم في تعزيز التوازن البيئي والبيولوجي، وأسهمت في رفع رصيد المملكة من الرقعة الخضراء. وفيما يتعلق بالواجهات البحرية، فإن الوزارة ماضية في العمل ضمن توجيهات اللجنة العليا للتخطيط في توفير تلك الواجهات والمساحات اللازمة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. وفي مجال الثروة البحرية، عملت الوزارة على تنمية هذا القطاع من خلال دعم الصيادين وإنشاء وتطوير عدد من مرافق الصيد البحري، بالإضافة إلى تشجيع البدائل الهادفة إلى تنمية الثروة البحرية
كالأرياف الصناعية والاستزراع السمكي وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص. ومن جانب آخر، تعتبر الزراعة أحد ركائز التنمية المستدامة وعاملاً هاماً في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، حيث تعمل الوزارة على حماية موروث البحرين من المحاصيل الزراعية والخضروات والنخيل عبر إطلاق مبادرات إكثار النخيل ونقل الفسائل وزراعتها بالأنسجة ومكافحة سوسة النخيل. إن الحديث ليطول يا صاحب الجلالة حين التطرق لمجمل الإنجازات التي حققتها الوزارة في ظل عهدكم الزاهر، كونها واحدة من الوزارات الخدمية متطلعين إلى أن نظفر دائماً بسخي عطاء ودعم جلالتكم لما فيه خير وتقدم الوطن ورقيه، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. وختاماً، تقبلوا جلالتكم عظيم الشكر والعرفان، سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويحفظ مملكتنا الحبيبة ويسدد على طريق الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك تشرف الجميع بسلام على جلالة الملك المفدى، هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما العاملين في وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمرانية.